بسم الله الرحمن الرحيم، أحب الأعمال إلى الله، صلوات تدخل على قلب المسلم. سنقوم الآن بتجهيز وتوزيع طرود غذائية وطرود سلطة خضراء أحفاد النزاهة في الخيام. بارك الله في المتبرع شهناز رضا وحيز الحسن وكوثر جمال وشاع عالم، بارك الله في جهدهم وجزاهم الله كل خير وبارك الله في عطاياهم. الله